السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعاده في فيديو جديد. واليوم نتقابلوا في الابيزود 13 من السيري نتاعنا جيمنج نيوز اللي نحكيو فيه على اخر اخبار الجيمنج. بالنسبه للبيريود هذه نحكيو على الاي 3 ولي كونفرنس اللي صاروا الكل. مازلنا في لي ريزومي هذيا، عندك نتاع مايكروسوفت، عملنا نتاع سوني وعملنا نتاع لا ما عملناش نتاع سوني اليوم، نتاع سوني وعملنا نتاع مايكروسوفت ونتاع اي اي سو مازلت لنا نتاع يوبي سوفت ونتاع بيثيسدا، ان شاء الله نعملوهم في اقرب وقت. وما غير ما نزيدوا في الحديث يلا نبداو كونفرنس سوني. سوني بدات ليفينمون عملت اوركستر صغيره، دونك جابوا واحد كبير نتاع اوركستر، معناها العباد وقفت مخاخهم، انا ما نفهمش فيها جمله حكايه كيا، مي اون توكا قالوا لك الاوركستر طايره برشا. نتعداو للصحيح، عمك كريتوس دخل سلام يا عم، وهذا عم كويتش افتلنا معناها، قالنا سي كريتوس دخل سلام. ما علينا، دونك جود اوف وور مش تكون كاتب باش تسمى جود اوف وور، الله مازالوا في بالي ما يش ريماستر، خاطر كريتوس كبر معناها ما يش ريماستر، جزء اخر تابع السيري بتاع جود اوف وور. كريتوس هونيا كبر ولا عنده صغير ويوري فيه معناها كيفاش، واللعبه كل تحكي على معناتها الاستوار بتاع الجو تاو لو سونالهم يحكيو على اساطير الاسكندنافية. حبي نص ساعه نخفيها. دونك هذوك هما الاخبار نتاع جود اوف وور، وريونا جيم بلاي، وريونا تريلر، كل شيء وريونا عليها، دخلوا ديريكت اللب الموضوع مع غير حد شيء ديريكت زدمو بلاي ستيشن فان بويز الكل. مش نورمال الجو، وان شاء الله معناتها تتوفر لي اذا كان وفرت لي جيم مانيا، ان شاء الله في اقرب وقت نعمل لكم عليها جيم بلاي كي تهبط. تعداو الخبر اللي بعده. بعد جود اوف وور تعداو اللعبة اسمها دايز جون اللي مرجونا بالجيم بلاي نتاعها، اللي تضرب لها اكثر من نص ساعة وما يعديو في الجيم بلاي اللي نكرهتها. الجو ما غير ما نكذب عليكم طيارة برشا، تظهر جرافيكمون طيارة، جو تي بي اس جرافيكمون، اللي نعرفش جرافيكمون، الجيم بلاي نتاعها يظهر طيارة برشا، ليستوار تظهر مزيانة. هاو في بالك اش ورونا تو، نحط لكم ليليان تاع التريلرز تنجمو تفقدوهم الوضع باش تشوفوا على شنو نحكي اون ديتاي اكثر. من بعد ورونا تريلر وجيم بلاي لعبة ذا لاست جارديان اللي وريوها لنا في الاي 3 نتاع عام ناول. الجو قالوا باش تخرج في 25 اكتوبر من عام السنة، الجو تظهر مزيانة ونستنيو منها برشا بالنسبة للبلاي ستيشن. لعبة هورايزن زيرو دون، لعبة نتاع مرا هبطت في عصر جديد، ما هي قديمة، المرا قديمة في عصر قديم، هبطت في عصر جديد كله آليين، الحيوانات ولاو كلهم روبوتات وكل معناها ديناصورات وكل شيء، ولاو كلهم ماكينات وروبوتات ناش، عبارة لبسوهم الاكزوسوت نتاع كول اوف ديوتي. المهم جا باش تكون اكسكلوزيف على البلاي ستيشن 4 باش تهبط في فيفري من عام هذايا، وتظهر مزيانة الحقيقة. من بعد اعلنت سوري بعد اعلنت سوني على ريليز ديت نتاع البلاي ستيشن في ار وعلى السوم نتاعو، الكاسك هذايا نتاع رياليتي فيرتوال باش يخرج في 13 اكتوبر، باش يكون سومو 399 دولار. سوم شويه، اما بارابول اوكيلوس ريفت والاتش تي سي فايف، الواحد يحب يعيش اكسبيريونس باهيه نتاع في ار، نتصور السوم باهي، خاطر سوني نتصور ركزوا اكثر على الديفلوبمون، والله اعلم لازمني نتستي باش نحكي. انا لحد الان ما جربت حتى كاسك تاع رياليتي فيرتوال، دونك ما عندي حتى فكره على الموضوع. ان شاء الله في اقرب وقت نجيب لكم فيديو على الرياليتي فيرتوال حتى نتصور، انتم ما عندكمش فكره كبيره. ما علينا، نتعداو تويكا للخبر اللي بعده. من بعد اعلنت سوني على ريزيدنت ايفل 7، جو هذيا جو نتاع رعب سيري نحبوها برشا التوانسه، سيرتو لعبناها في البيريود نتاع بلاي ستيشن 2. المهم ريزيدنت ايفل 7 عملوا لها تريلر وجيم بلاي وجاو طياره برشا وتظهر جو مزيانه، دونك اذا كان تحبوا عليها جيم بلاي ان شاء الله في 2017 نعملوها، خاطر باش تهبط في 27 جانفي اذا كان حيانا ربي. سوني ركزت برشا على بلاي ستيشن في ار وحكيت لنا على باتمان اركام وفاينل فانتازي 15 اللي باش يكونوا ديسبونيبل على البلاي ستيشن في ار للناس اللي باش تشريوها، هكا كي نجموا يلعبوا يلقاو كونتوني معناها باهي باش يستهلكوا وقت يستعملوا البلاي ستيشن في ار مع البلاي ستيشن 4، وهكاك معناها سوني تحب نعرفش انا حكايه الفي ار هذه وين ماشيه، اما انا حسب رايي عطينا قيمه فوق اللازم، لازمني نجرب باش نحكي. شكون فينا ما يتفكرش كراش وكا الايامات مع البلاي ستيشن 1 والبلاي ستيشن 2 اللي عدينا معهم صغرنا، معناها الناس الكل لعبنا بكراش سي سيور، مستحيل واحد ما لعبهاش وهو صغير.
كراش بانديكوت رجعت لنا في البلايستيشن 4 مع ريميك بجرافيك طاير و دي ال سي وفازت مش نورمال. دونك بالنسبه لي فان نتاع كراش وانا منهم This is our time. من بعد وريونا جيم بلاي الكول اوف ديوتي انفينيت ادفانسد انفينيت انفينيت وورفير الجو اللي جابت اكثر ديسلايكات في تاريخ عالم الجيمينج للدي ستريم تاع الجيمينج الكل. اكثر فيديو اكثر تريلر جاب ديسلايكات في اليوتيوب مش في اليوتيوب انا في اليوتيوب اما في نمط الجيمينج بصفه عامه. المهم وريونا جيم بلاي على المود استوار اللي بصراحه مش خايب خاطر فيه دي زيدي جدد مش اكزوسوت وكل فما معناها نمشيو المريخ وانت فوسط في السماء وبرشا معناها الجرافيزم تحسه مزيان تحس الاكسبلوزيون معناتها الديزاين نتاعهم مخدوم بالباهي معناتها الفيكوز باش نستعملوهم المكوك والطيارات اللي يمشيو الفضاء وكل حصيلو مزيانه برشا. من بعد تعديو الكول اوف ديوتي مودرن وار مش مودرن وارفر كول اوف ديوتي 4 اللي هي باش تجي مع كول اوف ديوتي انفينيت وارفر اذا كانت تعمل لها بري كوموند ولا تشري الباك مع بعضه. بالنسبه للجو هذيا تنجم تلعب ليستوار نتاعها اذا كانت تعمل بري كوموند قبل بشهر معناها اذا كانت تحب تعاود ليستوار نتاع كول اوف ديوتي 4 قبل بشهر من اللي طابت الجو تنجم اذا كان عندك بلاي ستيشن 4 تعمل بري كوموند. سو اذا كانت تحبوا تشيك اوت جيم مانيا تلقاه في اليريا الكل. هيديو كوجيما حكينا عليه برشا في سيري جيمينج نيوز بريسك 3 ابيزود تعدى فيهم كوجيما احنا نحكيو على اخباره مع كونامي هو يتعارك ويحول وكل ولين حل استوديو مع سوني كوجيما استوديو وكل عمل جو واخيرا عمل الانونسمون تاعها اسمها ديث ستاندينج عمل تريلر فيه برشا تعبير شفتهم في البروفيل نتاع صبري مع كيفاش عمل الاناليز نتاعهم كان تحبوا فيديو معنا على الجو هذه مع التريلر هذه الاناليز نتاعو قولوا لي معناها التريلر بكله يحكي على كيفاش كوجيما طرد من كونامي كيفاش حل الاستوديو كيفاش مسيرته كيفاش الجو نتاعو معناها هيكوما معناها اللي تعدى في التريلر في لعبة Death Standing يحكي على الاستوار نتاع كوجيما بطريقه غير مباشره وهذه من حوايج اللي معناها متميز بهم كوجيما كيما ميتال جير سوليد فوالا ما غلطتش هذوما معناتها التريلرز نتاعهم اللي جو نتاع كوجيما بصفه عامه يكونوا غامضين برشا ما نفهموا منهم شيء. ما علينا Death Standing جو طياره برشا وكيما قلت لكم تحبوا اكثر ديتاي قولوا لي في لي كومونتير اللوطا. وفي الاخر ختمت لنا الكونفرنس من انسومنيا جيمز اللي هو استوديو اللي طور سبايدر مان الجديد اي نعم سبايدر مان باش تجي على البلاي ستيشن 4 واو مش متحمس. المهم جو ما تعجبنيش برشا موش جوي برشا بتاع الافنجرز والحكايات بتاع مارفل وكل اما ان توكا بالنسبه لي فان نتاع سبايدر مان والفازات هكايا الكل جو تظهر طياره برشا جرافيكمون والتريلر ركز على الجيم بلاي والله تعرف انا والله سبايدر مان تعجبني برجولية تعجبني لعبتها قبل على الاكس بوكس ولين قدرت مزيانه الجو دونك ان شاء الله الجو هذيا تكون مزيانه كيف سو وفات الابيزود نيميرو 13 ولا استنى 13 ولا كذا 13 ولا خاطر ما هبطتهاش نصور انا في معناتها اللي تشوفوا فيه تويكا نصور فيه بعد من نهارين ملي فسد لي الميكرو دونك اللي تابعوا فيها فيسبوك سيسير عرفوا لي انا الميكرو بتاعي افسد دونك صلحته ورجع وخذيت واحد اخر عاصم دونك ان توكا اذا كان تصير حاجه لهذايا نجموا نمدوا واحد جديد وما نقصوش على الفيديوهات. المهم اذا كان عجبتك الابيزود حط لنا لايك اذا كان ما عجبتكش حط لنا ديسلايك كومنت شير وسبسكرايب وسيرتو سبسكرايب خلينا ناخذوا 5000 نعم 5000 فرحان برشا دونك حضروا روحكم الجيف اواي ولا تشالنج ولا اي دون نو الاكثريه جيف اواي تنحاول كيفاش ننسق لكم باش ندبر لكم حاجه. En tout cas, thank you so much for watching and see you guys later. I will catch you in the next time. Ciao.